محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث أبرزها تسليم حوالي 40 ماكينة خياطة وفرن منزلي لسيدات الأرامل ضمن مبادرة بداية جديدة بأسيوط، كمان تخصيص حوالي 10 مليون جنيه لإنشاء سوق حضاري بالمراغة بسوهاج. كمان معانا فحص وعلاج 1100 مصري وتقديم 3400 خدمة طبية مجانية ضمن حياة كريمة ببني سويف، وانقطاع الكهرباء عن مناطق بدمياط الجديدة بسبب أعمال الصيانة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير الجاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث الخدمية. محافظة أسيوط سلمت 40 مكنة خياطة وفرن منزلي بمشتملاتهم ضمن مبادرة فتح باب رزق لدعم السيدات المعيلات والأرامل وذوات الهمم والفئات الأولى بالرعاية، وده بقرى ومراكز ومدن المحافظة، والهدف هو توفير مستوى معيشة كريمة لهم، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعلنت محافظة سوهاج تخصيص 10 مليون جنيه لإنشاء سوق حضاري جديد بمدينة المراغة بهدف استيعاب الباعة الجائلين والقضاء على الأسواق العشوائية، مما يساهم في إعادة المظهر الحضاري للمدينة وتيسير حركة المرور بالشوارع الرئيسية وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للباعة الجائلين لممارسة نشاطهم التجاري بعيداً عن الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين. أعلنت مديرية الصحة ببني سويف قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز الفشن من 8 عيادات في 8 تخصصات، هي البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1162 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. أعلنت هندسة كهرباء دمياط الجديدة عن فصل خدمات التيار الكهربي بعدة مناطق لمدة ساعتين بدءاً من 8 صباحاً وحتى 11 صباحاً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالموزعات والمحولات. بيستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت 164 رحلة طيران دولية بواقع ارتفاع معدلات الرحلات 7 رحلات عن الأسبوع الماضي، بتصل من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، وبيتم تسهيل الإجراءات للوافدين من الدول المختلفة ونقلهم للفنادق للاستمتاع بأجازتهم. قدمت مديرية الشؤون الصحية بمطروح خدمتها المتنوعة داخل المستشفيات والوحدات الصحية والفرق المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، وده في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتم تقديم 553,991 خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان. نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد معرض لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان للتنمية البشرية. ضم المعرض مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة بأيادي مصرية، وبيشمل عدة منتجات منها السجاد والكليم والإكسسوار والمنسوجات والمفروشات ومنتجات الخوص، وده لدعم المستهلك بجميع احتياجاته بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالخارج.